ثلاث سنين بعد أن تأخر الشباب. الذي يدخل على يمين ساشم بالألوان البيضاء الكاملة، لكن انطلاقة سريعة من الناحية اليمنى، فرصة تحضر مرورية عادل أحمد. عادل أحمد تمريرة لكن بعيدة تماما، التصويبة افتكرناها بعيدة، والسرعة اللي كانت حاضرة من إسماعيل والتصويبة بالإضافة اللي تواجد في دكة البدلاء أحمد خليل. أحمد خليل واحد من الأسماء المميزة، لكن انطلاقة سريعة. اللي اعتزلت كرة القدم بسبب الإصابة، انطلاقة في ناحية اليسرى، تقدم حاضر، مرور بالأمر إسماعيل عند ركلة جزاء، ركلة رياح الشمال تهب بقوة وتضرب بقوة من أجل عودة ركلة جزاء إلى عودة في نتيجة اللقاء. صفر عادوا لتكريس الفارق الذي يعود مرة أخرى. مسرحة الشباب